Troisième édition du festival du film méditerranéen Manarat. بمختارات من أبرز المقطوعات الموسيقية السينمائية الشهيرة. يسرني ويسعدني أن أحضر معكم لأشرف على افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان منارات للسينما المتوسطية. هذه التظاهرة التي تجمعنا اليوم بعد انقطاع لسنتين متتاليتين بسبب جائحة كورونا. تعود هذه الدورة لتعيد لنا نكهة حب الحياة التي يؤسس لها الإبداع الفني وخاصة الإبداع السينمائي. بعد عامين بعد غير بعد كوفيد اللهم عافينا خلينا نسميه عودة الإصرار على الاستمرار على أنه يستمر المهرجان على أنه يتواصل ويبقى حضوره أولا في أذهان معناتها الناس في أذهان الجمهور أنه يقبلوا عليه وأنه يترسخ في تقاليد التوانسة البراكتيك هذه الممارسة هذه والذهاب إلى السينما في الفضاءات المفتوحة خلينا نقولوا حتى أن نخلق عادة السينما ونكونوا نعاودوا نكرسوا عادة السينما. لكن ايضا من جهه اخرى نحاولوا كيفاش نستقبلوا المشاريع، نحاولوا كيفاش يكون للسينمائيين التوانسه فيهم نصيب وفيهم دور وفيهم مشاركه ومساهمه في المشاريع هذيا، نحاولوا كيفاش المشاريع هذيا تنطلق من تونس ثم تعود الى تونس، نخلقوا مع بعضنا لولابيل منارات ولما لا المشاريع هذيا تنطلق ايضا في تونس، نعرفوا قيمه الصناعه السينمائيه، الشغل نتاعنا على على الاهداف هذيا اونتر اوتر. في قلبي غناه يتعشق انا ومم العين نرمي لك بوسه يا عروسه بسرقه علامات خبي صغري بين ايديا انا صغري كل عصافي الله خايف ارفض وزيد ماذا بيا ماذا بيا نشوفك نغمض عينيا يا حلق الواد وتوفى في 28 جوان الفارط. هو مهرجان بحر الابيض المتوسط دونك الافلام كلهم من حوض البحر الابيض المتوسط حاولنا باش باكثر بلدان يكونوا مشاركه بطبيعه ما تجمش يكونوا البلدان الكل يكونوا موجودين حاولنا نوفقوا في يعني في الاختيارات في الافلام في وجود اكثر بلدان والدوره هذه ما فيهاش مسابقات على خاطر المهرجان هذايا بعد الغياب هذايا وبعد معناتها ثم رؤيه ما كانتش واضحه دونك سي ديسيزيون تخذيت مخر شويه باش ما نفقدوش المهرجان هذايا وما يزيدش يغيب عام اخر قررت الهيئه المديره اللي باش يرجع المهرجان باختيار افلام يكونوا موجودين للعرض اما ما همش افلام يعني لل ما ثماش مسابقة ما ثماش لجنة تحكيم هي الدورة هذه راهي أكثر منها تحضير ومعناتها نطرحوا فيها الرؤية سامحني الرؤية الفنية للرؤية اللي باش نعطيوها في 2023 immédiatement comprendre
معي. افو سوردر جينا جيسكم